هنجيب سوبر وورم. هنديه لمين؟ سبورتك. احنا هنعمل دلوقتي فيديو عن السوبر وورم ونشوف ال الكولوني اللي عندي ونحاول نطورها بقى، يعني اوريكم اللي انا عملته ونشوف هنعمل ايه في الجديد. نجيب الطبق ده وده ونشوف ده الطبق اللي فيه الدود، دي السوبر وورم. شايفين طبعا حجمها كبير عن المير وورم قد ايه، ودي خنفسه السوبر وورم. عشان الدوده تقلب خنفسه لازم نفصلها بشكل معين. بصوا انا فاصل بقى مجموعه ثانيه عشان اوريها لكم. دي مجموعه مفصوله، هي بقى لها اسبوعين تقريبا وبقت خنافس. تعالوا نطلعها بقى. بصي بقى يا فوجي، ده كده كل عين كان فيها دوده قد دي كده، حطيتها بتبتدي تشرنق وبعدين تقلب خنفسه. في بقى حاجات ما بتعيش زي دي كده. بص لو قلبناهم كلهم كده. ايه وحشه. لا ازاي طيبه. دي كده المجموعه اللي انا كنت فاصلها. شايفين في حاجات لسه شرنقه، دي الشرنقه او ال مش عارف بيقولوا عليها كده العذره. دول لازم نرجعهم تاني عشان لو سبناهم على الخنافس الخنفسه هتاكلهم. وفي دود، الدود ده بقى يعني خلاص نديه الحاجه تاكله لان هو ما كانش مفصول في حجم كويس. ودي خنفسه لسه متحوله فشكلها شايفين ابيض كده ازاي. دي برده لو حطيناها مع الخنفسه السوداء المكتمله دي ممكن الخنفسه السوداء تبقى مفجوعه شويه وتاكلها. فاول حاجه نرجع اليرقات دي او العذراء دي في العلب بتاعتها، كل واحدة لوحدها برضو. هاي دي هي دي. ونشيل كمان اللي هي البيضة دي. بص نفصلها. وشاف. بصي. شاطرة. الخنافس نحطهم بقى في علبة الخنافس. ونرجع علبة الخنافس مكانها. نيجي بقى للدور بتاع الميل ورم. دي علبة وميلية اتملت خلاص اليرقات، دول بقى فاضيين. هنبتدي نحط في كل واحدة فاضية دودة من دود السوبر وورم. متخافيش. ثلاثة، تعالي حطي. أربعة. طبعاً أنا باخد اللي حجمها كبير اللي هي مستعدة تبقى خنفسة. خمسة. ممكن نشيل العلبة دي ونجيب واحدة ثانية. ممكن أحط؟ حطي. دي لسه هتقلب يا شباب صح؟ أه دي اللي هنفصلها بقى أسبوعين كده لغاية لما تقلب. ايه بصي انا امسكها لك، امسكها لك بايديك. تكي تكي تجري مني. بصي بصي مش احسن؟ ايوه تكي. شاطره حطها بقى. لا ارفع ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك. الله يبارك فيك. ايه العسل ده؟ سكر. هاتي بقى واحده كمان. واحده كمان عادي. بصي بصي يا سكر شيء حصل. كبير اهي. ايوه تكي. ايوه ارفعي في البداية. ايوه انزلي انزلي انزلي. ايوه شاطرة. خدي بقى. ايوه يا سكر. ايوه تعالي بقى هنا ارفعي ايدك. ايوه هنا هنا هنا. اتنين مع بعض عادي؟ لا ان شاء الله. طب هات امسكي يا جميلة. امسكي يا سكر. ايوه ايوه فشي. ايوه لا ايوه طبعا. ايوه ايوه جنبك اهي. يلا فشي فشي اللي قام. بص ظهر اللي كان. يلا استنى كده كده. اول واحده انزلي وفكي ايدك بقى. ايوه اول واحده. ايوه تمام قوي. ايوه شفت بقى اللي طالعه دي؟ فشي اللي طالعه دي.
شايفها ولا ايوه العسل ده السكر ده. تاني واحده بقى تاني على طول تاني ايوه ماشي شاطره شاطره العسل مفيش منه ماشي ماشي كده احنا حطينا في كل علبه كل ما عين الدود بتاعه نبتدي بقى نفصله في الدرج بتاعه نسيبه بقى اسبوعين او حسب حراره يعني ممكن اسبوع اسبوعين هتلاقيه بيتحول بقى خنفسه الوقت بتاع التحول الخنفسه بيعتمد بحد كبير على الحراره اللي انت بتحضنه فيها